للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من طبرق أحمد بشت وموفد القاهرة الإخبارية. أهلا وسهلا بك يا أحمد. وطبعا طبرق تبعد تقريبا عن دارنا حوالي 170 كيلومترا، إذن هي ليست بعيدة جغرافيا. صف لنا كيف تبدو الأوضاع هناك. 170 كيلومتر يدينا في الأحوال الطبيعية، لكن مع تقطع كثير من الطرق بين درنا وطبرق يبدو الأمر يحتاج إلى مسافات أوسع وأكبر يقطعها الراكب من درنا إلى هنا في طبرق، وبها تزيد أو يزيد الزمن بالفعل. الأوضاع المأساوية في الطرق مثلا بعد إعصار دانيال، تقول إن دانيال ربما أعاد صياغة الجغرافيا والديموغرافيا، وربما أيضا يعيد صياغة الاقتصاد في ليبيا. بعد 10 سبتمبر لن يكون كما كان قبله. دانيال فعل الكثير هنا في ليبيا. ربما أحجام الخسائر وأحجام التعويضات التي يرى البرلمان الليبي أنه يقدر بحوالي 2 مليار دولار فقط أن يعيد صياغة ما حدث، ربما في رأي كثيرين هنا من المراقبين هذا رقم ضئيل قياسا بأحجام الخسائر التي حدثت بعد دانيال. يعتقدون أن أحجام الخسائر ربما تصل إلى 10 مليارات دولار، وهذا هو المبلغ المستحق لإعادة صياغة وإعادة تكوين ما حدث وإعادة الأمور إلى طبيعتها ما قبل دانيال. لذا هنا ربما تعلو أصوات مطالبة بإنشاء صندوق تبرعات وطني شامل وجامع لكل الليبيين يجمع 10 مليارات دولار، يشترك فيه أيضا القطاعات الإنتاجية، القطاع الخاص، القطاع العام، كل القطاعات الإنتاجية وكل الليبيين بكل طوائفهم، لأن بالفعل أحجام الخسائر واسعة وربما جاءت في قلب ليبيا، في قلب الجغرافيا الليبية. منطقة الجبل الأخضر التي تتبعها درنا هي ربما عاصمة الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني هنا في ليبيا. هذه المناطق خسرت حوالي 30% من مساحات الأرض القابلة للزراعة، فقدت حوالي 300,000 رأس من الماشية، وهي ثروة كبيرة قياسا بالإنتاج الليبي من الماشية. فبالتالي هناك إعادة صياغة بالفعل قد تحدث لقطاعات إنتاجية كثيرة على رأسها الزراعة والثروة الحيوانية، والتي ربما همشت بشكل كبير منذ عام 2011 وحتى الآن، هكذا يقول المراقبون. معها أيضا زارت معاناة الناس، زارت ربما أحجام أو نسب البطالة بشكل كبير، بشكل ربما غير مسبوق في ليبيا. تقديرات كثيرة تقول أن الاقتصاد ربما انكمش، الاقتصاد الليبي انكمش بحوالي 12% فقط في العام الماضي بسبب تهميش قطاعات إنتاجية مهمة. ربما دانيال، ربما إذا كان لأمر في غاية السوء كدانيال يمكن أن يكون له أو يكون منه بصيص أمل، فهو إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي، هكذا يطالب المراقبون أن تكون هذه فرصة كبيرة لإعادة توحيد الليبيين حول هدف واحد هو إعلاء اقتصادهم. بالتالي دينا هناك مطالبات من الآن، ربما هذه المطالبات تلقى آذانا صاغية من المتناحرين السياسيين هنا في ليبيا، من البرلمان الليبي، من الفاعلين الاقتصاديين، لأن تكون الأمور أفضل مما كانت عليه في السابق. أحمد، كم متوقع أن تفقد ليبيا من النفط بسبب هذا الإعصار؟ يعني طبعا ليبيا من أهم الدول النفطية، هل من حديث عن تأثر التدفقات مثلا أو تصريحات بخصوص المنشآت النفطية؟ لحسن الحظ أن دانيال لم يؤثر كثيرا على القطاع النفطي إنتاجا أو تصديرا، ربما حدثت صدمة في الأيام الأولى فقط، لكن القطاع النفطي لم يتأثر بالشكل الكبير، وهذا لحسن الحظ أيضا. لكن لسوء الحظ أن الاقتصاد الليبي بشكل عام فقد منذ عام 2011 وحتى الآن ما يقرب من 576 مليار دولار بسبب ربما عدم كفاءة القطاعات الاقتصادية الإنتاجية بشكل أكبر، وهذا رقم ربما يقول المراقبون أنه سيضيف إليه أكثر من 450 مليار دولار أخرى حتى عام 2025 إذا لم تنشط القطاعات الاقتصادية
الإنتاجية. طبعا القطاع النفطي والقطاع الرائد للاقتصاد الليبي أكثر المدخلين للعملة الصعبة الليبية، وقد نما بالفعل إنتاجا وتصديرا في العام الماضي مثلا بحوالي 22 مليار دولار أدخلها إلى الاقتصاد الليبي. لكن ليس فقط على النفط يجب أن يعتمد الاقتصاد الليبي، هكذا يقول المراقبون. هناك قطاعات إنتاجية بالفعل تستطيع أن تقيم أود الدولة الليبية بالإضافة إلى الإنتاج النفطي وأن تضيف أعدادا أكبر من فرص العمل، وربما أيضا الإنفاق على البنيات الأساسية المتهالكة هنا في ليبيا والتي أثبت دانيال أنها بالفعل في حاجة إلى إعادة تفكير، ربما الإنفاق أكثر على البنيات الأساسية من طرق وجسور وسدود ربما لم تحظى بأي اهتمام منذ عقد على الأقل. ربما هذه القادرة على تدوير أو زيادة تدوير حركة رأس المال هنا في ليبيا، وبالتالي إيجاد فرص عمل أكثر، وبالتالي يتحسن الوضع المعيشي الليبي. هكذا يقول المراقبون. إذن هناك بالفعل إعادة صياغة للاقتصاد الليبي، هكذا فعل دانيال، هكذا يمكن أن يفعل الليبيون في الأيام المقبلة. أحمد، أرى من خلفك حركة يمكنني أن أصفها بالنشطة بعد الشيء، السيارات تمر بعد المرة. صف لنا كيف يتعايش الناس وكيف يتم توفير احتياجاتهم اليومية. تبرق وللحظ الجيد، حظ الجيد لهذه المدينة، كانت بعيدة عن دانيال وتأثيراته العنيفة. هي تأثرت بعض الشيء في أول الأيام، لكن هذا التأثير لم يكن بالمقارنة بما حدث في درنا وما حولها، التأثير ضعيف جدا. لذا الحركة هنا تبدو عادية جدا، الأسواق مفتوحة، الناس يتحركون بسلاسة. ربما عدد السكان القليل هنا في ليبيا أيضا يتيح للناس تحركا أفضل، لكن البنيات الأساسية، عدم تعبيد الطرق في كثير من الطرق الداخلية داخل المدن هو الأمر المؤرق بالتأكيد. دانيال ربما أثر كثيرا على المناطق التي ضربها تحديدا، هناك مناطق فيها شح كبير في المواد الغذائية، شح كبير في مياه الشرب، تدمير واسع لشبكات الصرف الصحي، عدم وجود غاز منزلي مثلا، تدمير لكثير من الطرق والجسور والسدود. هذا حدث فقط في المناطق التي ضربها دانيال وهي قلب ليبيا في الواقع، وبالتالي هناك حالة شلل في الأوصال على الشاطئ الليبي حيث تتركز معظم المدن الليبية. هناك حركات نزوح ما زالت مستمرة، أكثر من 39 ألف نازح ليبي تحركوا إلى مدن أخرى بعيدا عن المناطق المنكوبة. هذا هو الواقع. ربما تبرق وللحظ الجيد لهذه المدينة أنها كانت بعيدة عما حدث، وربما هي أيضا لهذا السبب جاذبة لعدد أكبر من الباحثين عن النجاة من المناطق المنكوبة. لذا على الطرق الخارجية خارج تبرق هناك حركة سيارات دائمة لدخول تبرق والبحث عن مساكن ومآوي بديلة. أحمد، كنت تتحدث في البداية عن حجم المساعدات الكبيرة الذي تحتاجه ليبيا لتجاوز هذه الأزمة ولإعادة الإعمار وكل الأمور التي تسبب فيها دانيال. طبعا مصر كانت من أكثر الدول التي قدمت يد المساعدة إلى ليبيا منذ اليوم الأول، هل يمكن أن تحدثنا عن هذا الجانب؟ منذ اليوم الثاني تحديدا لوقوع الكارثة، كارثة دانيال، تحركت الدولة المصرية بإدخال ثلاث طائرات محملة بكميات كبيرة من مواد الإعاشة ومواد المنقذة للحياة والأدوية إلى المناطق المنكوبة. تحركت ربما فرق إنقاذ بطائراتها الأحدث لانتشال الناجين الذين تعرضوا للسقوط في قلب البحر، أو ربما غاصوا في الوحل، أو ربما تقطعت بهم السبل في أماكن كثيرة. اليوم تابعنا دخول الميترال المصرية حاملة الهليكوبتر التي تحولت إلى مستشفى ميداني. الآن هناك تجارب لإنزال، في هذه اللحظة تجري تجارب إنزال المعدات من الميترال تمهيدا لإيصالها إلى المواد إلى المناطق المنكوبة. هذه المعدات معدات شفط مياه، معدات تعبيد طرق، معدات فتح طرق، معدات إزالة ركام
هذا ما حملته المتسرال بالإضافة إلى مواد إعاشية وإغاثية ومواد طبية ومستشفى ميداني كبير هو الأوسع ربما على متن المتسرال. سيستقبل خلال الأيام المقبلة عددا كبيرا من المصابين الذين تكدست بهم المستشفيات القريبة من درنا. هكذا هو التحرك الإغاثي الآن من الدولة المصرية على سبيل المثال، وهو تحرك غير مسبوق بالنسبة لحجم وكميات وأعداد المشتغلين في هذا الملف. شكرا جزيلا لك الزميل أحمد بشت وموفد القاهرة الإخبارية إلى طبرق في ليبيا.